السلام عليكم. 223 من جرحى الجيش الوطني في مصر، صورة مكثفة لما يعانيه الجرحى سواء المدنيون أو في الجيش والمقاومة. مناشدات كثيرة دامت لأشهر تطالب بتسفير الجرحى للخارج لتلقي العلاج. خرج بعض الجرحى لمصر لكن مشاكله انتقلت معهم. المشكلة هذه المرة هي رفض محافظ البنك المركزي صرف مستحقات العلاج وإيجار السكن. مهلا، دعونا نعود للمأساة منذ البداية. بعد 3 سنوات من الحرب يواجه رئيس الوزراء بتخصيص مبلغ مالي لعلاج الجرحى في الداخل والخارج. دعكم من العدد الكبير لجرحى الحرب، ودعونا لا نتحدث عن هذا الملف المضخم بالمآسي والإهمال، لأن نتحدث عن آلاف الجرحى المهملين في مدنهم ومن تحولت جراحهم إلى إعاقات دائمة أو جراحات متعفنة. سنتحدث الآن عن الاستجابة المتأخرة من رئيس الوزراء تجاه الجرحى بشكل عام بعد الوعود الكثيرة لتنتقل المعركة من حكومة الشرعية إلى البنك المركزي اليمني. فما هي أسباب توقف علاج الجرحى في القاهرة؟ ولماذا يرفض محافظ البنك صرف الموازنة؟ وما قيمة الالتزام المالي من قبل حكومة بن دغر إذا كان محافظ البنك يرفض صرفها؟ ثم لماذا لا يدار هذا الملف الحساس باحترافية؟ ولماذا لا يكون الجانب الإنساني هو المعيار الوحيد للتعامل معه؟ مشاهدينا الكرام، كل هذه الأسئلة وغيرها سنحاول مناقشتها في مسائنا لهذه الليلة. نترككم بداية لمشاهدة هذا التقرير. المشير الرقعة عبد الرب منصور هادي ونائب الفريق علي محسن صيح الأحمر ودولة رئيس الوزراء بالتدخل العاجل والفوري لعلاج الجرحى في مصر، حيث قد تم إيقاف علاجهم وصرفيتهم في القاهرة. واقعون بين مطرقة جراحهم وتعنت محافظ البنك المركزي، الجرحى قصة مبدأها الحرب ومنتهاها الإهمال. 223 من جرحى الجيش الوطني في جمهورية مصر يشكون توقف علاجهم بسبب عدم دفع الالتزامات المالية للمستشفيات، وباتوا مهددين بالطرد من إدارة السكن نتيجة تأخر دفع الإيجارات. جرح الجيش الوطني في مصر الشقيقة، جينا نتلقى العلاج وتم إبلاغنا من اللجنة بتوقيف العلاج لسبب أخرى، ونرجو من الجهات المعنية بصرف المستحقات وعدم توقيفها. ترتفع أصواتهم بالمناشدات كغرباء خارج الحدود. تقول بعض الإحصائيات إن عدد جرحى الحرب بلغ أكثر من 30,000 جريح، بمن فيهم جرحى الجيش الوطني الذين باتوا يشكون إهمال الجهات المسؤولة وسلطات الدولة المعنية بعلاجهم جراء عدم صرف مستحقات العلاج ودفع إيجارات السكن. مؤخراً أخلت اللجنة الطبية العسكرية مسؤوليتها عن ملف الجرحى في الخارج بسبب ما قالت إنه تعنت محافظ البنك المركزي وعدم موافقته على صرف المبالغ المخصصة لهذا الملف. من المؤسف نحن كلجنة أن نصل هذا اليوم إلى أن نعلن الإخوة الجرحى الجيش الوطني عن توقيف عمل اللجنة لسبب عدم تحويل المبالغ أو مخصصات علاج الجرحى للجنة الطبية العسكرية. تقول اللجنة إنها وبعد متابعة لأشهر مضت حصلت على توجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية بميزانية لعلاج الجرحى، إلا أن محافظ البنك يرفض الصرف رغم كل هذه التوجيهات. وكان رئيس الوزراء قد وجه وزارة المالية بصرف 3 ملايين دولار لعلاج الجرحى في مصر وغيرها من البلدان التي استقبلت الجرحى، فيما كان نصيب جرحى الداخل 400 مليون ريال. وبالرغم من تأخر التوجيه ما تسبب بمعاناة كبيرة للجرحى نتيجة تفاقم جراحهم وإصابة الكثير منهم بمضاعفات وإعاقات دائمة نتيجة الإهمال وعدم توفر الإمكانيات، غير أن هذا التوجيه لم يرى النور أيضاً لتستمر مشكلة الجرحى منذ بداية الحرب وحتى اللحظة ملفاً مثقلاً بالفشل وإخفاقاً كبيراً في رصيد حكومة الشرعية. مأساة إنسانية لأبطال كانوا في مقدمة صفوف الحرب وأصبحوا الآن في دائرة الإهمال الحكومي الكبير. إذن مشاهدينا الكرام، ستنضم معنا للحديث في هذه الحلقة الناشطة الحقوقية حياة الذبحاني عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم معها آخرون أيضا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة حياة. مرحبا، أهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. أهلا بك سيدة حياة. 223 جريحا في مصر،
يعانون من توقف هذه المستحقات التي يعني كانت صرفية علاجهم وحتى مصروفهم اليومي وكذلك إيجارات السكن في بلد غربة، يحتاجون لكل دعم سواء مادي أو معنوي. برأيك لما هذا التصرف يعني الذي يعد لا إنساني بنسيان الجرحى بهذا الشكل؟ نعم، في البداية تحية لكل الجرحى المدنيين وجرحى أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني، سلام الله عليهم وعلى دمائهم الزكية وعلى أشلائهم الطاهرة التي تناثرت في الجبال وفي التباب وفي الأزقة وفي الشوارع، وهم يذودون عن الشرعية وعن الحمى وعن الوطن. في البداية نحن نقول: هل جزاء الوفاء إلا الوفاء؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ألا تعلم الشرعية والحكومة ووزارة الصحة ورجال الساسة وكل الجمهورية بأنه عند أقدام هؤلاء الأبطال الأحرار الجرحى وتلك الدماء الزكية من دماء الشهداء تكسرت أحلام الميليشيا الحوثية، ولم يستطيعوا أن ينالوا من صمود الوطن أمام ذاك الانقلاب القبيح. هؤلاء الجرحى هم أساسا من عمدوا بدمائهم الزكية هذه تربة هذا الوطن. الجرحى في حقيقة الأمر ملف شائك جدا للغاية. نحن منذ ما يقارب 3 سنوات ونحن بحت أصواتنا في شوارع المدينة، ونحن ننادي الشرعية وننادي قوات التحالف العربي وننادي وزارة الصحة بالنظر إلى الجرحى بالشكل العام وبالتحديد كذلك إلى جرحى مدينة تعز. نحن نجد الخذلان الشديد ولا نعلم ما هي هذا الخذلان ولماذا كل هذا الخذلان. منذ أن قامت الحرب في الجمهورية اليمنية لم نلقى أي استجابة، أنا أتحدث هنا عن مدينة تعز، لم نلقى أي استجابة من الدولة أو من الحكومة أو من وزارة الصحة. خرجنا في مسيرات عديدة وفي وقفات احتجاجية، كذلك ننادي بإسقاط وزير الصحة الذي لم يقم بأدواره المناطة به في تخليص الجرحى من آلامهم وجراحهم. أنا أتساءل هنا، إذا كان هؤلاء الجرحى لم ينالوا حتى اللحظة حقهم من الإنصاف والعدالة في علاج جراحهم، فمتى ينال الجرحى حقوقهم؟ نحن أمام 35,000 جريح في مدينة تعز، لم تلقي لهم الدولة أي بال أو أي اهتمام. في حقيقة الأمر صرنا لا نعلم ماهية هذا الخذلان، وصرنا نفسره بأن هذا الخذلان هي كما نسميه نحن هنا في مدينة تعز قرصة أذن لهؤلاء الجرحى ولأبطال المقاومة الشعبية أن تكف هذه المدينة عن صوت الثورة وعن صوت المقاومة، وإلا لماذا كل هذا الخذلان؟ دعيني أستاذ آسيا أقول لك، ليس من باب الغرور، أنا استطعت أن أحقق يعني إسهاما كبيرا في مجال الجرحى، وأنا مبادرة شخصية من امرأة صحيح، استطعت أن أقوم بسداد ذلك. 40 مليون ريال خلال سنة استطعت أن أعالج مجموعة من الجرحى عبر فاعلية الخير، وأنا لست الدولة ولست الحكومة ولست وزارة الصحة. نعم، ولكنك امتلكت إرادة يا أدوار الرئيس حياة، يعني علاج هؤلاء الجرحى. تمتلكين إرادة هي أكبر من إرادة الحكومة الشرعية. اسمحي لي أستاذة حياة، يعني وأنت عشتي أيضا في القاهرة وعايشتي ظروف كثير من الجرحى، يعني وعايشتي أيضا تصرفات الشرعية معهم ومدى هذا الإهمال، هل وصفتي لنا ما الذي يحدث هناك يعني بحكم اطلاعك عن قرب؟ نعم، أنا عندما كنت في القاهرة قبل ما يقارب 3 أشهر رأيت ما يدمى له القلب وتبكي له العين ويحزن الناظر. رأيت جرحى استطعنا تسفيرهم هنا من مدينة تعز عبر فاعلية الخير، الذين أوجه لهم أنا كل التحايا والإجلال والعرفان والجميل والامتنان فعلا لعظيم ما قدموا هؤلاء. فاعلية الخير أنقذوا نفوس، أحيوا حياة ليس فقط الجرحى بل حياة أسرهم، أمهاتهم، زوجاتهم، أبنائهم، أحيوا حياة هذه المدينة بسفر أولئك الجرحى. حينما يصل الجريح إلى القاهرة في البداية لا يجد أي من دور حكومي يستقبل هذا الجريح، يذهب الجرح إلى القاهرة يكون عرضة للاحتيال والنصب، لا يعرف أين يتجه، ولا توجد هناك أي جهة أو أي تنسيق حكومي لاستقبال هؤلاء الجرحى لتسكين هؤلاء الجرحى. كنت أرى الجرحى في أماكن لا تصلح للعيش في حقيقة الأمر، يبحثون عن عمارات متهالكة لا تصلح للعيش الآدمي بسبب انخفاض قيمة إيجار تلك الشقق. أنا أستطيع أن أقول بأن الجرحى هناك كانوا يأكلون وجبة واحدة في اليوم، هي البطاطس والبيض
والبيض والبطاط. نعم، هذا ما رأيته بعيني. رأيت كثير من الجرحى في حقيقة الأمر يقعون في أطر النصب والاحتيال من بعض الجماعات، هناك اللا إنسانية أو اللا طبية بالتحديد. يصل الجريح ولا يجد من يستقبله، لا يجد من ينسق له في المستشفيات، لا يجد من يقوم بأدواره الحقيقية هناك. أين دور الحكومة؟ وأين دور السفارة؟ وأين دور كذلك وزارة الصحة؟ يعني أنا أقول استطعنا أن نسفر هؤلاء الجرحى، لكنهم في حقيقة الأمر لم تقدم لهم الدولة أي من التنسيق أو أي من الاهتمام. نعم. أنا أحيي هنا الدكتور خالد السامعي والدكتور فكري العبسي الذين قاموا بجهود جبارة حقيقية في استيعاب هؤلاء الجرحى وفي استقبال هؤلاء الجرحى وكذلك في تطبيب هؤلاء الجرحى. أحيي كذلك فاعلي الخير الذين التفتوا لإخوتهم هناك في القاهرة وحاولوا أن يقوموا بأدوار التي من المفترض أن تقوم بها الدولة، قاموا بجمع تبرعات لأولئك الجرحى وعمل عمليات لهم. لكن أستطيع أن أقول بأن هناك خذلان شديد للجرحى في القاهرة وللجرحى كذلك في تركيا وفي الهند وفي الأردن. حتى اللحظة يعني أستطيع أن أقول بأن نجحت مؤسسة رعاية للجرحى وأسر الشهداء في مدينة تعز والمبادرات الإنسانية الشبابية التكتلات وكذلك فعلية الخير في إنقاذ مجموعة كبيرة من الجرحى. قمنا بمعالجة ما يقارب 722 جريح. مما لفت انتباهي هناك في القاهرة مصر هو أنني التقيت بجرحى من محافظة من المحافظات الجنوبية وكذلك جرحى من محافظة مأرب. في حقيقة الأمر ولا أبالغ بأن الجراح التي كنت أراها عليهم هي يعني أستطيع أن أقول أنها كانت الرحلة للاستجمام، وبالتحديد جرحى الجنوب. 4000 جريح من جرحى الجنوب تم تسفيرهم إلى دول مختلفة وتم الاعتناء بهم. 1250 جريح من جرحى مأرب كذلك تم الالتفات إليهم، إلا جرحى مدينة تعز لم يجدوا لجنة طبية ولم يجدوا جهود كذلك تنقذ هؤلاء الجرحى. وكنت أقارن يعني مثلا أستطيع أن أقول أن بعض الجرحى كنت أسأله يعني لماذا أنت هنا بالتحديد من جرحى الجنوب، فقال أعالج عملية تجميلية كانت في حقيقة الأمر. فكان مؤلم جدا. نعم، هناك علامات استفهام كثيرة على ملف الجرحى حقيقة أستاذة حياة. اسمحي لنا فقط لنطلع على ما الذي يحدث في القاهرة، أن نشرك معنا الأستاذ الدكتور محمد المنصوري نائب رئيس لجنة الجرحى بمصر من القاهرة. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور. بداية دكتور، يعني وجهتم رسالة إخلاء مسؤوليتكم عن ملف الجرحى إذا لم تصل مستحقاتهم، ضعنا يعني في صورة الأمر. أولا مساء الخير والسادة الضيوف السادة حياة الدبحاني، وأشكر قناة بلقيس وكل المتابعين والمهتمين في ملف الجرحى. الحقيقة ملف الجرحى ملف كبير وشائك على الحكومة بشكل عام. نحن كلجنة في جمهورية مصر نستوعب قليل من الجرحى. بالنسبة لإخلاء مسؤوليتنا من العمل الجرحى، اللجنة الطبية العسكرية في مأرب أخلت مسؤوليتها قبل أسبوع. نعم. لعدم وصول المبلغ المحول من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء إلى حساب اللجنة في مأرب. نحن حاولنا فترة من شهر واللجنة تمشي بظرف يعني مالي صعب، فلم نلقى الحلول ولم نعرف الآن أسباب عدم وصول المبلغ إلى حساب اللجنة الطبية. كان مؤسف ومخجل أن نكافئ هؤلاء الأبطال، أن نعلن أنهم خلاص في بلد الغربة وأن نفاجئهم أن نحن عاجزون عن استكمال علاجهم، لكن نحن أطلعناهم على حقيقة ما يحصل ومنتظرين للآن حل بإذن الله. نعم، يعني برأيك لما يعني حسب ما يعني تم التداول أن محافظ البنك رفض صرف هذه المستحقات التي تم توجيهها من قبل رئيس الوزراء وكانت بعناية نائب رئيس الجمهورية، ما هي الأسباب برأيك؟ والله الأسباب ليست واضحة والاتهام ليس بشخص معين محافظ البنك، ولا ندري ما هي المبررات. نحن كلجنة تتبع وزارة الدفاع، نحن نخاطب الجهة المسؤولة وهي التي تعرف المبررات أو تناقشها مع الحكومة، لكن في الأخير نحن نناشد الحكومة بصوت عالي وللأسف الشديد أنه وصلت تلك المناشدات إلى الإعلام.
من الأولى ومن الرد الجميل لهؤلاء الجرحى أن تكون أمورهم سريعة والسيادة سريعة بدون ما نصل إلى الإعلام أو للمستوى العام. التقينا برئيس الوزراء صراحة كان متفاعل بلا حدود، وعدنا لو توقف مشروع المشاريع الجمهورية كامل ويستمر علاج الجرحى، لكن الآن منتظرين نتائج هذا اللقاء بإذن الله. نعم، إذا يعني أود أن تحدثنا، هل هناك يعني خطورة طارئة إذا تأخر صرف المستحقات دكتور؟ يعني هل هناك حالات حرجة ينبغي المسارعة بعلاجها؟ فعلا في الأمر مؤسف جدا، نحن وقفنا المراكز والمستشفيات، بعض حالات الطارئة لا زالت الآن في المستشفيات، جاتنا رسالات رسمية من المستشفيات لتوقيف هؤلاء في حالة حرجة وفي الرعاية المتوسطة وفي الرعاية المركزية. الى الان حالاتهم حرجه، وقفنا الصيدليات لم نقدر نصرف لهم الصرفه الاسبوعيه. طبعا الحاله مأساوية جدا، وخاصه 223 جريح تتبع اللجنه التي نحن فيها، لا زالت القاهره متواجدين، حالات اكثرهم حرجه وصعبه جدا، يعني لا يمكن نتصرف يعني الى الان باي تصرف ايجابي. نعم، أود أن يعني نعرف كيف يتم الأمر دكتور، يعني أنتم مع من تتعاملون بالضبط؟ هل هناك لجنة رئيسية تجمعكم اللجان الطبية التي هي موزعة في الدول التي ذهب إليها الجرحى؟ يعني أين تكون هذه اللجنة؟ هل في الرياض أم في مأرب أم في عدن؟ كيف يتم الأمر؟ اللجنة الطبية العسكرية مقرها الرئيس باتباع رئاسة هيئة الأركان وزارة الدفاع، شكلت بقرار من رئاسة هيئة الأركان، تتخذ لها من مأرب مقرا. عندنا جرحى من جميع المناطق باستثناء منطقتين عسكريتين، عندنا المنطقة الثالثة والمنطقة السابعة والخامسة وبعض الرابعة اللي جبهة مرأس وبعض جرحى من جبهة تعز، لكن بنسبة قليلة. يصلوا إلى مأرب، وعندنا لجنة فنية في مأرب مكونة من 5 أطباء يتم فحصهم، إذا عجز علاجهم في مستشفيات الداخل يتم تصديرهم إلينا إلى مصر. نحن نستقبل من المطار ونسكنهم في سكن خاصة للجرحى مستأجرة للجرحى. عندنا هناك مندوبين يذهبون بهم الى الاطباء والمستشفيات ومعنا حتى يتم تقرير من الطبيب المعالج ان الاخ الجريح هذا اكمل علاجه ونصله الى المطار ويسافر. هناك جرحى، وهذا يعني حسب ما سمعت الاخت الاستاذه نجاه الذبحاني، فعلا الجرحى يعانوا في القاهره لكن ليس جرحى اللجنه. فيه جرحى على حسابهم، ربما لجان اخرى لا نعرفها، لكن نحن نستقبل جريحنا من المطار ونسكناه ومعاه بشكل يومي، ولدينا مكتب بين شقق الجرحى نستقبل جرحى فيه بشكل يومي، ولدينا اهتمام خاص وخدمات خاصه نقدمها لجرحنا المعتمدين بكشف من مارب. نعم، يعني انتم معنيين فقط بالجرحى الذين ياتون عن طريقكم من الجيش؟ نعم، نحن الان اخلينا من يناير 2017 الى الان عالجنا اكثر من 1000 جريح، تبقى منهم 223 جريح اللي متبقين في القاهره. هؤلاء كانوا معتمدين من اللجنه الطبيه العسكريه التي شكلت تبع هيئه رئاسه الاركان وارسلوا الينا. ولا زال الكثير اكثر من 1000 جريح، اكثر من 1000 جريح للان منتظرين في قائمه السفر يسفروا لنا. تاخير اسبوع واحد ياخر عشرات الجرحى من علاجهم، من مستحقات علاجهم، وياخر جرحى من استكمال سفرهم هنا عندنا في القاهره. القرار كان صعب متاخر جدا، وقرار ليس في صالح الجرحى وفي صالح الميدان، اي انعكاسات على الجريح وعلاج الجريح ينعكس مباشره الى الميدان. فهذه خطوه نتمنى من الحكومه تصحيحها واستلفائها والا نعم طيب مره ثانيه، ولناشد الحكومه ان تستوعب جميع الجرحى، الجرحى عددهم كبير للغايه. نعم، يعني اذا لم انتم قررتم يعني ايقاف عمل اللجنه، هل تم التواصل معكم؟ ما هي الخطوه القادمه التي ستقومون بها؟ هل فقط الانتظار للحلول؟ ما الذي سيتم؟ والله اذا قبل قليل اشعر في هناك استجابه لكن لم توضح الى الان، في تواصل عبر اللجنه مع نائب رئيس الجمهوريه ومع رئاسه الوزراء ومع الاخ محافظ محافظه مأرب ومع رئاسة هيئة الأركان، هناك تواصل وهناك، لكن قد تكون مبررات صعبة للاستجابة سريعا، لا ندري بأسبابها نحن كلجنة. نعم، لكن هناك بإذن الله تعالى لا أعتقد أن هناك قادة وطنيين يتخلوا عن جرحاهم والأبطال الذين استعادوا الدولة إذن نعم في طريقهم
ونحن سنتابع الأمر معكم. شكرا جزيلا لك دكتور محمد المنصوري نائب رئيس لجنة الجرحى بمصر، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك يا أستاذة حياة. أستاذة حياة، يعني محافظ البنك المركزي يرفض أوامر رئيس الوزراء بصرف موازنة جرحى الجيش في مصر، كما يعني تابعتي بالتأكيد في الأخبار وفي التقرير. يعني الجرحى يعانون الأمرين. يتحدث معنا الدكتور بأن هناك حالة خطورة على بعض الحالات التي تتطلب العلاج وتتطلب التدخلات الجراحية. يعني لما هناك إصرار من قبل الحكومة أو أطراف فيها على يعني مضاعفة جراح هؤلاء الجرحى؟ نعم، منذ بداية الحرب لم نسمع جرحى الحوثيين يتذمرون أو يشكون في حقيقة الأمر من علاج جرحاهم الذين هم بالمئات وربما يكونوا بالآلاف. لم نسمع جريح واحد يشكو من خذلان الميليشيات له، على العكس سمعنا خذلان جرحى الجمهورية اليمنية من الشرعية ومن وزارة الصحة منذ بداية الأحداث في الجمهورية اليمنية بالتحديد. ونحن كما ذكرت مسبقا نناشد الدولة بالتدخل العاجل والسريع وكذلك قوات التحالف العربي لإنقاذ هؤلاء الجرحى الذين هم يقاتلون أساسا في صف التحالف وفي صف الشرعية. في حقيقة الأمر كنا هنا في مدينة تعز، نحن على سبيل المثال نناشد الدولة والحكومة ووزارة الصحة بإيجاد مركز للعلاج الطبيعي يخفف العبء عن جرحى هؤلاء المدينة الذين لا نستطيع بعد إخضاعهم للعمليات، كانوا يريدون أن يقوموا كذلك بمرحلة العلاج الطبيعي ولا يوجد لدينا أي مركز للعلاج الطبيعي هنا في مدينة تعز. قمنا بمناشدة الدولة بتأهيل مستشفى خليفة العام في التربة الذي بنته دولة قطر الشقيقة واستقدام أطباء يخفف الضغط كذلك على الدولة في سفر هؤلاء الجرحى وإنقاذ الحالات الحرجة، ولم نجد أي من تلك الاستجابات. أنا هنا أتساءل، ما هي الصعوبة في تأهيل مستشفى خليفة العام في التربة هنا في محافظة تعز واستقدام وفد طبي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجرحى؟ نحن أمام عيون ينطفئ نورها وتنطفئ بصيرتها، نحن أمام أيادي تقطع وأقدام تبتر وجراح تتعفن، نحن أمام إعاقات كثيرة إن لم يتدارك وضع الجرحى هنا في هذه المدينة. أستطيع كذلك أن أقول حين خذلتنا الشرعية وحين خذلتنا الحكومة وحين خذلتنا وزارة الصحة استجابت الأستاذة توكل كرمان لنداءاتنا العاجلة ولنداءات الاستغاثة التي أطلقها جرحى مدينة تعز، وقامت بتوفير مركز العلاج الطبيعي مركز رعاية بدعم من مؤسسة توكل كرمان الدولية بمبلغ 80 مليون ريال، وهذا المركز استطاع أن يعالج آلاف الجرحى هنا في مدينة تعز، وكذلك ليس فقط الجرحى بل المرضى، وهذا يسجل في تاريخ الأستاذة توكل الكرمان. يعني نعم كذلك هناك حلول الأمل حياة، يعني ليس فقط تسفير الجرحى هي الإشكالية، يعني هناك حلول بديلة، تأهيل بعض المستشفيات خاصة أن هناك كما تفضلتي جراح يمكن معالجتها ومتابعتها في الداخل. يعني اليمن لا تفتقر للأطباء، هي تفتقر للأجهزة والإمكانات. يعني أود أن أسألك برأيك لما لا يدار هذا الملف الحساس باحترافية، يعني الذي إصابته تحتاج إلى سفر يتم تسفيره، والذي إصابته تحتاج إلى علاج طبيعي يتم تحديدها، والذي إصابته ممكن علاجها في الداخل يعني أو ممكن أن تتأخر يتم تأجيل سفره. يعني لما لا يكون هناك شفافية في التعامل مع هذا الملف الإنساني الذي يفترض أن تكون يعني الإنسانية هي أولى درجات؟ يعني ربما تابعنا أيضا في الإعلام أن هناك في اللجان الطبية الموجودة في تعز هناك يعني تلاعب كبير في أسماء الجرحى في الملفات التي تقدم، وربما يعني ليس بعيد حينما تسفر حالات يتم الحديث عنها حين وصولها بأنها إما لا أمل في شفائها أو أنها لم تكن تستدعي السفر من أساسه. نعم، ملف الجرحى في مدينة تعز هو يدار بأيادي خفية لا تريد الشفاء العاجل لهؤلاء الجرحى. في بداية الأمر هي رسالة وصلتنا نحن في مدينة تعز، وأن يا تعز كفي عن صوت الثورة وكفي عن صوت المقاومة حتى يبقى هؤلاء الجرحى معاقين، حتى يأتي الجيل القادم وينظر لذلك الجريح المعاق ولذلك الجريح الذي فقد بصيرته، ويظل يضرب المثل في أولئك الجرحى بأنه إذا مشيتم في درب الثورة وفي درب النضال وفي درب الحرية سيكون
سيكون مآلكم نفس مآل هؤلاء الجرحى، لكنني أقول بأن جرحى مدينة تعز لديهم عزيمة قوية، يعود الجريح بعد أن يتماثل للشفاء إلى جبهات القتال، يعود الجريح بعد أن يقوم بتركيب الرجل الصناعية إلى جبهات القتال. تعز لا تكسر، كل ما من يريد التلاعب بملف الجرحى ستلاحقه لعنات هؤلاء الجرحى وأنين هؤلاء الجرحى، ستلاحقهم دعوات المكلومين في هذه المدينة، أمهات الجرحى وزوجات الجرحى. نحن نرى معاناة شديدة في هذه المدينة. دعيني أذكر لك فقط قصة هي قصة كل جريح في مدينة تعز. نحن نقوم بزيارة بعض الجرحى المشلولين إلى المنازل، ذهبنا لزيارة جريح في منزل من المنازل، أتينا إليه وهذا الجريح على فراش المرض ولا يمتلك أي من مقومات التطبيب نهائيا، لا يستطيع توفير قيمة العلاج، الطاقة الشمسية في منزله تكاد تكون منخفتة، أكاد أن أقول لك بأن زوجته لا تجد قيمة الحفاظات له. مؤلم ما نراه جدا، لكن لا نستطيع أن نقول سوى ستلاحق هؤلاء المتخاذلين في هذا الملف دعوات هؤلاء المكلومين والضعفاء، لن ينجو أحد تخاذل في ملف الجرحى من أن تلاحقه وصمة عار في هذه الملف بالتحديد، لأن فعلا الجراح كبيرة هنا في مدينة تعز والألم كبير والوجع كبير. نحن أمام صيدليات لا تستطيع توفير العلاجات، نحن أمام ديون صيدليات لا تقوم الدولة بتسديد هذه الديون، نحن أمام مستشفيات متهالكة تفتقر لأبسط مقومات التطبيب، لا نعلم أين دور وزارة الصحة، ولا نعلم أين دور كذلك الوزارة، ولا نعلم أين دور الشرعية، وأين دور من هم مفوضين في هذه الأمور هنا في مدينة تعز. نرى كذلك تلاعب كبير في ملف الجرحى هنا في مدينة تعز، هناك كما تفضلت مسبقا تسفير مجموعة من الجرحى يكاد يكون علاجهم مستحيل، فنتفاجأ بأن هؤلاء الجرحى قد سفروا وعادوا كما ذهبوا. مركز الملك سلمان للأسف منذ بداية الأحداث قام بتسفير فقط. نعم يعني شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا حياة. أنا فقط أخيرا أقول بأن على الدولة أنا فقط أخيرا أقول بأن على الدولة أن توفر لنا مساحات كبيرة لدفن هؤلاء الجرحى أحياء إن لم تستطع أن تقوم بعلاجهم، وإن لم تستطع توفر تلك الأراضي فسنناشد فاعلي الخير بأن يوفروا لنا أراضي لتكون قبور جماعية لجرحى مدينة تعز. هذا ما أستطيع. إذن يعني أتمنى أن تصل رسالتك بما تحمله من وجع أستاذة حياة الذبحاني. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. مشاهدينا الكرام سنستكمل هذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ولاستكمال هذه الحلقة ينضم معنا أيضا عبر سكايب الأستاذ خليل المليكي الصحفي من القاهرة. مساء الخير أستاذ خليل. مساء السعادة لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. بداية أستاذ خليل، كونك يعني بالقرب من جرحى مدينة القاهرة تعيش مأساتهم، جرحى الجيش الوطني بالطبع، هل وضعتنا في صورة ما يمرون به؟ نعم، تحية لكم المشاهدين الكرام وشكر لكم على الاستضافة. أولا ما نود التأكيد عليه أن ملف الجرحى كما ذكرت الأستاذة حياة الذبحاني أن ملف الجرحى ملف شائك جدا، ولا بد لهذا الملف أن يدار باحترافية وأن يدار بقدرات عالية وكبيرة. اليوم جرحى الجيش الوطني نعم يعانون معاناة كبيرة من خلال توقف علاجاتهم، هناك صيدلية نزلت كثير من الجرحى إلى شققهم السكنية وإلى مراكز علاجاتهم وإلى العناية المركزة في بعض المستشفيات، يعانون معاناة شديدة.
البعض منهم لا يستطيع الحركة، البعض منهم يوجد لديه أهله هنا ولا يستطيع أن يوفر لهم مصاريف الجلوس ومصاريف السكن بسبب توقف أو التعنت في صرف مستحقات هؤلاء الجرحى الذين فدوا الوطن بدمائهم، هؤلاء الجرحى الذين لولا دمائهم ولولا جراحهم لما كان الناس في المناطق المحررة في مأمن، لما وصل الوزراء ولما وصلت الحكومة إلى ما هي عليه الآن، ولكن للأسف الجرحى يعانون، الجرحى تتعفن جراحهم، الجرحى كلما تأخر جريح عن علاجه كلما ازداد إعاقة سواء في النظر أو في الأطراف العليا أو السفلية، هذا ما يعانيه أفراد الجيش الوطني الجرحى المتواجدين هنا في القاهرة. نعم، إذا اشرح لنا أستاذ خليل يعني آلية علاج هؤلاء الجرحى، يعني عمل اللجنة الطبية، هل هناك لجنة واحدة أم أكثر من لجنة؟ يعني كيف تسير الأمور؟ نعم، هذه النقطة الأهم والأكثر حساسية في هذا الموضوع. اللجنة الطبية العسكرية والمتواجدة في مارب كما ذكر الدكتور المنصوري التي شكلت بقرار من رئاسة الأركان، اللجنة تقوم بعملها على أكمل وجه. طبعا زرت هذه اللجنة وأطلعوني على كل ملفاتهم، يعملون بشكل شفاف جدا، ومن يسافر عبرهم يتلقى كل العناية، يتلقى كل الاحترام. هناك لجنة تستقبلهم إلى المطار ثم إلى الشقق السكنية ثم يبحثون ثم إلى الأطباء، يبحثون عن أطباء متخصصين في كل شيء. أقول لك بأن هناك بعض الجرحى يتلقى علاج لدى 5 إلى 6 من الأخصائيين، قد يكون لديه إصابة في الركبة وإصابة في الحوض وإصابة في العين، فيذهبون به إلى كل هؤلاء الأخصائيين. يعني عملهم جبار، عملهم محترم، يشتغلون بكل احترافية، من يسافر عبرهم يتلقى كل الدعم كل العناية. لكن ولديها لجنة كذلك، لجنة فنية تقوم بعملها، ومندوبين كل 10 جرحى أو ما يقارب 7 جرحى إلى 10 لديهم مندوب مسؤول عليهم يذهب بهم إلى الجراحة، لديهم كذلك أخصائيين يقوم بجراحتهم في مقر اللجنة، لديهم أدوية يوفرون لهم الأدوية، يوفرون لهم التخفيضات في كل شيء، يوفرون لهم الكثير من الجرحى، الإيصال إلى المستشفى، عودة إلى السكن، لا يتعرضون لأي ابتزاز أو أي شيء من هذا القبيل كما يتعرض بعض الجرحى. هذا ما يختص بجرحى اللجنة الطبية الذين يعني يذهبون برعايتها، إذا أين مشكلتهم بالضبط؟ أين تكمن المشكلة؟ مشكلتهم الآن في التوقف، في توقف صرف المستحقات، هنا تكمن المشكلة وتكمن المعاناة. إذا توقفت طبعاً اللجنة الطبية لها ما يقارب من 3 أشهر وهي تستدين، وأطلعوني على بعض الكشوفات التي اتصلت بهم بعض المستشفيات وبعض الأخصائيين أنهم لا يستطيعون أن يوصلوا علاج بعض الجرحى لأسباب أن الديون يعني قد بلغت حد لا يطاق ولا يستطيعون أن يواصلوا هذا العمل. فاللجنة هنا توقفت، وأبلغت اللجنة الطبية العسكرية في مارب أن لديها ديون كثيرة، فأبلغتهم اللجنة التي في مارب أنهم عليهم إيقاف العلاجات حتى يتم صرف مستحقات اللجنة وتتمكن من استكمال علاج هؤلاء الجرحى الذين أتوا عبر اللجنة الطبية العسكرية. طبعا الذين يأتون عبر الفاعلين الخير أو يعني شخصيا هؤلاء يتعرضون لمشاكل كثيرة، وكذلك لا يعني لا تمنحهم الرعاية الطبية الكاملة. لكن هناك الآن الدكتور خالد السامعي كما ذكر الأستاذ أحمد الدبحاني يستقبل كثير من جرحى تعز بالذات، ويقوم بتوفير لهم الأخصائيين، يقوم بعمل جبار جدا، وهذا جهد يشكر عليه. نعم، إذا نبقى معنا أستاذ خليل. ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ حمير السعيدي، أحد جرحى الجيش الوطني من القاهرة. مساء الخير أستاذ حمير. مساء النور. حدثنا بداية عن نوع إصابتك ومنذ متى أنت تتلقى العلاج. أنا أصبت في يوم 20/6/2016 نعم، وطلعنا أصبت طبعا في مدينة حرب أو في منطقة حرب. أين إصابتك؟ إصابتي في الكتف الأيسر. نعم. نقلت إلى المستشفى في صمدة، وعندها وضعوا لي عملية جراحية تم فيها وضع مسمار في الكتف الأيسر. نعم. فكان الوضع الصحي لي أنه الكسر في الكتف الأيسر، سقطت مني عضلة الكتف. أو نعم. عظمة الكتف، فأصبت بخل وكسر، يعني إصابتين أصبحت. نعم. فعندها عانيت من أني لا أستطيع أن أحمل شيء، وكانت يدي تتعلق هكذا يعني متعبة،
لا موجوده لكن اسانها غير موجوده. نعم. فعندها درست في سكن الجرحى لمده 8 شهور او 7 شهور في الموسم، ثم نقلت الى مأرب في فندق بلقيس لمده 2 أو 3 شهور ثم خرجنا. نعم. الان نقلت الى مصر والحمد لله اجدت لي عمل جراحي ان شاء الله، يعني الان اعدت يدي الى وضعيتها الطبيعيه، لكن نسمع الان من يعني عدم وجود مستحقات او ما يسمى صرفات وكذا. نعم، يعني منذ متى انت سافرت القاهره؟ في يوم 1/2 من هذا العام. ايوه من هذا العام، يعني حوالي سنه وثمان اشهر او سنتين وانا جالس في البيت. نعم. طيب يعني بعد ان علمتكم اللجنه يعني انها ستتوقف عن العمل بسبب توقف المستحقات، ما مدى الضرر الذي سيصيبكم وانت احد الجرحى وبالتاكيد سينالك جزء من هذا الضرر؟ يا اختي العزيزه، اذا كان هناك عمل من بدايته من عند الاصابه تمام، عندما يكون عمل جراحي صحيح انا مستعد ان اعود الى الجبهه خلال 2 أو 3 أشهر، لكن عندما يكون العمل غير صحيح انا لي حوالي 2 سنين لم ادخل الجبهه، لم اشارك في العمل، وهذا يؤلمني ويؤخر العمل في الجبهه. نعم. تمام. والان انا يعني احس بتعب دائما عندما انظر الى حالتي وانا مبعث في السرير، وزميلي كذلك ورفاقي اليوم زرت بعض الزملاء يعني مبعث مشلول مكتور تمام وفي السرير، ويقول له يعني يفاجئ انه ليس لديك صرفه، ليس لديك ما تاكل، ليس لديك ما تشرب، اين يذهب؟ نعم، يعني اذا مع عدم صرف المستحقات سيد حمير، يعني هل توقف العلاج بالنسبه لكم؟ هل الان انتم لا تتلقون اي علاج؟ الان من عندما ابلغونا لم نتلقى اي علاج، حتى ابلغونا اللجنه انه عندما نصير الى المستشفى او كذا ضروري تبلغ اللجنه، واللجنه بتقول ما فيش لدينا اي مستحقات من ان نعطيكم. طيب يعني اللجنة وصلت إلى هذا الأمر أنها يعني وقفت عملها لكي تضغط على الحكومة، أنتم ما الذي ستقومون به؟ يعني أنتم في بلد الغربة تشعرون بأنه لا أحد يهتم بمعاناتكم، هل لكم أي رسالة تودون إيصالها؟ نعم لدينا عدة رسائل، أولا بالنسبة لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية حفظهم الله جميعا ورئيس دولة رئيس الوزراء أحمد عبيدة بن دار، إذا كنا هنا عليكم بعد أن أصبنا أصبحنا الآن رخيصين، فمن سيكون للدولة مستقبلا؟ من سيكون للجيش الوطني مستقبلا؟ إذا أصبح الجريح في هذا الوضع فمن سيكون؟ من يقاتل مستقبلا؟ إذا كان الجريح بعد أن أصيب يعني وصل إلى حالة ازدراء، وصل يعني وجد نفسه بأنه الآن ليس له مكانة، ليس له عمل، ليس له دور، فمن سيقاتل في المستقبل؟ الآن هذا إحباط للفرد الذي في الجبهة الذي يقاتل الآن، لأن الذي في الجبهة خاصة في الصفوف الأمامية هو معرض إما أن يكون شهيد أو أن يكون جريح، فعندما ينظر إلى جرحى وهم بهذا الوضع فيصيب إحباط في عمله، يصيب في مهمته إحباط، فهذا ضروري أن نجد أولا دولتنا ثم التحالف العربي إذا كانوا على قدر مسؤوليتهم أن يأخذوا هذا الملف، يعني ملف جاد ليس هو ملف شائك وفيه نوع من الصعوبه ونوع من يعني الملل ونوع من يعني المعاملات، فتحتاج هذا الى هدوء، تحتاج الى بصيره تروي بحيث ان الجريح يشعر انه هناك حاضنه، يشعر ان هناك من يعني من يعتني به، من يعني يحصل العنايه الذي تعيد معنويته إلى أنه يقاتل من جديد، إلى أن يرجع إلى ميدانه، إلى أن يرجع إلى عمله في الجبهة. نعم، بالنسبة لمعنوياتكم أستاذ حمير، يعني أنت تتحدث عن هذه المعنويات، يعني بصراحة يعني مع الإهمال الذي لاقيتمونه، يعني أنت جرحت في 2015 وإلى الآن وأنت تعاني من هذا الجرح الذي كان يمكن أن يحل ببساطة كما تفضلت بعملية صحيحة، يعني هل لا زالت لديكم الرغبة بالعودة للميدان؟ ويعني رغم كل ما نلتوه من إهمال؟ لابد لأن نعود للجبهة، لابد النية موجودة أصلاً، الجبهة هي إذا وجد يعني العنصر البشري في الجبهة هو أداة انتصار، عودة الجريح إلى الجبهة أداة نصر للذي لا يزال موجود في الجبهة، للجديد، للذي عاد مجند جديد، نقص عن نوعية معنويات جديدة تمام؟ نعم.
فبهذا القدر ضروري ان يعيد الانسان لمعنوياته، يعود الى بلاده، يعود الى يعني كرامته وعزته، لان هؤلاء الحوثة يعني اعوانهم تاسوا كرامه البلاد، فما من حل الا ان نعود الى جبهتنا. أتمنى لكم الشفاء العاجل أخ حمير، أنت وبقية زملائك، وأن تنالوا ما تريدون بإذن تعالى. شكرا جزيلا لك حمير السعيدي أحد جرحى الجيش الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة أخيرة لك أستاذ خليل. أستاذ خليل، برأيك يعني من خلال متابعتك، ما هي أسباب رفض محافظ البنك محمد زمام لأوامر رئيس الوزراء بصرف مستحقات لجنة علاج الجرحى؟ يعني ألا يفترض أنه فقط مجرد جهة فنية تصرف إذا جاءها الأمر؟ نعم، هذه المشكلة الكبيرة التي لم نعلم لها سبب. الأصل في محافظ البنك المركزي هو أن يأتمر بتوجيه دولة رئيس الوزراء وأن يقوم بالصرف، وليس عليه أي شيء آخر. إذا كان هناك من مشكلة فهي على وزارة الدفاع، على وزارة المالية أن تقوم بتشكيل لجنة مخصصة بالرقابة على اللجنة إذا كان هناك إشكال في عمل اللجنة، وتقوم بمراقبة هذا الملف وتقوم بالتحقيق فيه إذا كان هناك أي خطأ أو أي إشكال. ولكن محافظ البنك المركزي وتعنته هذا يسبب للجرحى الكثير من المشاكل. لا نعلم ما هي الخلفية التي يقف عليها محافظ البنك حتى يقوم بهذا التصرف. هذا شيء غامض جدا. هل هناك تواطؤ من قبل الحكومة في هذا الشيء؟ لا نعلم. هل دولة رئيس الوزراء ووزير المالية ووزارة الدفاع يعلمون بهذا الأمر؟ إذا كان هذا الشيء فعلى الدنيا السلام. هنا على محافظ البنك المركزي أن يعلم جيدا أن جرحى أو الجيش الوطني هو صمام أمان هذه البلاد، ولولا هذا الجيش لما عين هذا المحافظ قبل فترة بسيطة. عليه أن يلتفت لمعاناة الجرحى وأن يقوم بالأمر الذي تلقاه من رئيس الوزراء. نعم، إذن شكرا جزيلا لك خليل المليكي الصحفي، كنت معنا عبر سكايب من القاهرة. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. سيظل ملف الجرحى هو الملف الأكثر يعني ملفا كسؤال مفتوح لا نجد الإجابة عليه. أكثر من حلقة حاولنا مناقشة هذا الأمر وللأسف الشديد لا نجد أي إجابة شافية. نسأل الله لهم العافية وأن يمن عليهم الله بالصحة والسلامة، وأن تلتفت الحكومة لواجبها تجاههم. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.